وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. أي أمة من غير الفاء هي غير محللة له، وأي امرأة أمة من الفاء ولكن غير ملك يمينه فهي غير محللة له بحسب الآية. أن مجمل ما حرم على النبي من النساء هن كل امرأة حرة لم تكن زوجة للنبي قبل نزول الآية، وكل أمة ليست من الفاء، وكل أمة من الفاء ولكن لم تكن مملوكة للنبي قبل نزول الآية. لو كان النبي ينوي شراء أمة ليست ممن أفاء الله عليه، فهل يجوز له ذلك؟ يعني هؤلاء الإمام، بناء على الآية، فإن ملك اليمين المحللات للنبي هن فقط ممن أفاء الله عليه، فأي أمة خارج هذه المجموعة لو تملكها النبي لأصبحت في مجال الحلية بالنسبة له، لذلك نعتقد بأنه لا يجوز له. لاحظ أن النبي لا يحل له التحرك لنكاح أي امرأة، المقصود أنه عندما يفكر في نكاح امرأة فأين يحل له التوجه بنفسه لهذا النكاح؟ أول شيء نستطيع أن نفهم أنه لا يحل له أن يتحرك ولا يرغب ولا يتمنى ولا يريد أن يذهب إلى الفئتين من عامة النساء ولا من عامة الإمام، فهو ممنوع من الذهاب إليهم. الحركة المباحة له هي فقط باتجاه أقاربه من بنات العم والخال، وكذلك من ملك يمينه مما أفاء الله عليه. أما فكرة المرأة التي قد تهب نفسها للنبي فهي فكرة قد تحصل وقد لا تحصل، لأنها تتعلق بالمرأة، هل تختار لنفسها أن تدخل ضمن نطاق المحللات للنبي أو لا؟ فإن حصلت فهي حالة قد يتعامل معها النبي، وإن لم تحصل وهذا ما قد يكون في الواقع فنستطيع أن نعلم بأن خيارات النبي مضيقة جدا، ليس له خيارات كثيرة كما هو مباح لبقية مين هل كانوا بزواج ام لا؟ وهم لو مش بزواج يبقى معروف ده يتسمى ايه؟ انا عايز اسال برضو سؤال اخر، ما الفرق بين ان يطأ الرجل امرأة لم يتزوجها وبين ان يطأ الرجل امرأة تزوجها؟ هتقول لي ان الاولاني زنا اما الثاني شرعي، في الحالتين في وطأ، في الحالتين في وطأ، لكن الاولاني زنا عشان ما فيش عقد الزواج. أقول لك طيب هو مين اللي أباح فرج المرأة بعقد الزواج؟ مين اللي أباح فرج المرأة بعقد الزواج؟ هل الذي أباحها هو جورج بوش مثلا؟ هل الذي أباحها قال لك لو ما اتجوزتش تبقى زاني؟ اللي عمل ده كان نتنياهو؟ هل اللي عمل ده كان نابليون بونابرت؟ مين يا إخوة مين اللي عمل الكلام ده؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي فرق بين هذا الفرج وهذا الفرج، هو اللي فرق بين هذا الفرج وهذا الفرج، فجعل هذا حرام اللي هو دون عقد زواج، وجعل هذا حلال. طب ما هو نفسه اللي أحله بعقد الزواج أحله بعقد الملك، واضح بقى؟ وصلنا كده؟ اللي أحله بعقد الزواج هو الذي أحله بعقد الملك، اشمعنى قبلت منه عقد الزواج ورفضت منه عقد الملك؟ ما هو هو اللي أحل الفرج، ما هو أصل إحلال الفرج بعقد الزواج ما كانش اجتهاد منك انت وهتعدل بيه على ربنا، ده هو ربنا انت قلت ان ده حلال عشان ربنا اباحه. طب ما هو اللي احل الفرج بعقد الزواج احله بعقد الملك، اشمعنى قبلت الاولى ورفضت الثانيه؟ واضح يا اخوه؟ الله يبارك فيكم، واضح؟ فعندما يسال ملكات اليمين هل كان زواج، لا ما كانش بعقد زواج، كان بعقد ملك. وعلى فكره لم يكن هذا الامر اختصاصا للمسلمين، داود كما هو معلوم كان له سراري، كده ولا مش كده؟ داود كان له سراري صح؟ ها؟
صح يا إخوة؟ ما السرار جمع سرية، والسرية هي الأمة التي يتسرى بها سيدها، يعني تدخل عليه السرور، يعني ملك يمينه. فداود كان له سراري، وسليمان كان له، وإبراهيم كان له، ومحمد عليه الصلاة والسلام كان له مارية، قيل وريحانة، قيل وريحانة، يعني قيل هم دول الاثنين ملك اليمين اللي كانوا للنبي عليه الصلاة والسلام، ريحانة ومارية. ريحانة كمان في خلاف فيها بين العلماء، لكن أبيح له ملك اليمين نعم، وأبيح لأمته نعم. هل هذا اختصاص لأمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، كان هذا موجودا عند كل الأنبياء، بل يا إخوة كمان كان موجودا بإقرار من الرب، كان موجودا بإقرار من الرب. ومن أراد الأدلة أتينا له بهذه الأدلة، أن الرب لم يكن يغضبه أن يكون لداود ملكات يمين أو سرار. يبقى اللي احنا عايزين نقوله تاني، ان اللي هيجي دلوقتي يقول ان ملك اليمين لانه ليس لهن عقد زواج فهذا زنا، نقول له الذي اباح المرأة بعقد الزواج لزوجها اباحها بعقد الملك لسيدها، فاما ان تقبل عن الله عز وجل تشريعه كاملا او ترفضه كاملا. قلنا وهذا ليس خاصا بأمة النبي عليه الصلاة والسلام وبرسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما كان موجودا للأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام. ده باح الفرج بعقد الزواج، أباحه بعقد الملك، فإما أن تقبل شرع الله كله أو ترفضه كله، مش هتنقي يعني. الأمر الثاني أن هذا ليس تشريع خاص بأمة محمد ولا بمحمد عليه الصلاة والسلام، إنما هو تشريع الله عز وجل لمن قبلنا. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن النبي الوحيد الذي كان له سراري أو ملك يمين، بل كان ذلك لداود مثلا. اتفضل أستاذ رونالد في يمينه. هل ملك اليمين مباح للنبي فقط عليه الصلاة والسلام أم لكل الأمة؟ هل ملك اليمين مباح لأفاء الله عليك برضه؟ الآية ما وسعتش على النبي في مقام ملك اليمين وضيقت على غيره، كل الأمة لها هذا. يبقى لها لحد دلوقتي ما ادتش للنبي حاجة مش موجودة لعموم رجال الأمة. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك برضه، الآية ما وسعتش على النبي في مقام ملك اليمين وضيقت على غيره، كل الأمة لها هذا. يبقى لها لحد النبي مباح لغيره، اللي أبيح للنبي في مقام ملك اليمين مباح لغيره. يمينك مما أفاء الله عليك، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، كمان ما ملكت يمينك مباح لكل الأمة. ما هو أي حد له أن يطع ملك يمينه، مش بس النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من ملك يمين النبي عليه الصلاة والسلام السيدة مارية الأشر، وأنا أحب اللي جدي الأشر. قال لك لو جبت لي نص واحد من كتاب من العهد القديم الجديد أي حتة يعني بأن في حد خد ملك يمين، هو لا يقبل هذا من أي إله، وأنا أطالبه الآن أن يكفر بإله كتابه المقدس. قال إله كتابه المقدس حكاية عن داود في صموئيل الثاني في الإصحاح رقم 5 في العدد رقم 13، صموئيل الثاني 5:13. وأخذ داود أيضا سراري ونساء من أورشليم بعد مجيئه من حبرون، فولد أيضا لداود بنون وبنات. يبقى أنا أطالب دلوقتي الأستاذ رونالد بنيو بداية أن يكفر بداود، لأن داود اتخذ سراري، أن يكفر بداود لأن داود اتخذ سراري. ما في إشكال أخي أحمد، يكفر بإله العهد القديم اللي هو ملوش دعوة بيه ده. طيب ده النص الأول، يكفر بداود لأن داود اتخذ سراري. على فكرة ما ينفعش أقول لك السراري دول كانوا زوجاته، لأن النص بيقول كده وأخذ داود أيضا سراري ونساء من أورشليم بعد مجيئه من حبرون فولد أيضا لداود بنون وبنات. اتخذ سراري وإيه؟ ونساء. طيب الأكثر من كده بقى كمان يا إخوة، أن هذا بإقرار الرب، يعني اللي عمله داود ده إله النصارى راضي عنه، إله الكتاب المقدس راضي عنه. تقول لي إيه دليلك؟ أديك الدليل، بس ما تقول لي الأول إيه دليلك. اللي عايز يعرف الدليل على أن إله النصارى راضي عن فعل داود هذا، فبس مش الكفر يكون بداود، لكن يكون الكفر بإله النصارى الراضي عن هذا الفعل، يقول إيه الدليل. اللي عايز يعرف دليل رضا إله النصارى، بس مش عايز يعرف ولا إيه؟
اللي عايز يعرف دليل رضا إله النصارى عن هذا الفعل من داود يبقى عشان يكفر بداود وبإله النصارى بالمرة، يقول لي إيه الدليل؟ جميل جدا. الدليل يا إخوة هنلاقيه في سفر الملوك الأول 15:5. في سفر الملوك الأول 15:5. سفر الملوك الأول 15:5. يلا بسرعة. سفر الملوك الأول 15:5 يقول: لأن داود عمل ما هو مستقيم في عيني الرب، ولم يحد عن شيء مما أوصاه به كل أيام حياته إلا في قضية أوريا الحسبي. قضية واحدة بس اللي داود خالف فيها وصايا الرب، وهي قضية أوريا الحسبي. يبقى يفهم من ذلك أن لما داود اتخذ فراري من أورشليم بعد مجيئه من حبرون كان الرب راضيا عن ذلك، لأن الرب أخبر أنه راض عن كل أفعال داود اللي عملها في كل حياته إلا في حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس اللي داود ما كانش ربنا راضي عنه فيها، قضية أوريا الحسبي. غير ذلك فالله راض عن كل أفعال داود. ومن أفعال داود، اسمع أستاذ رونالد دينيو، في صموئيل الثاني إصحاح 5:13: وأخذ داود أيضا فراري ونساء من أورشليم بعد مجيئه من حبرون، فولد أيضا لداود بنون وبنات. فتشريع السراري وملكات اليمين ليس خاصا بأمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إنما هو تشريع الله عز وجل لكل أنبيائه. فمن كفر بمحمد بسبب وجود ملك اليمين فليكفر بداود، ومن كفر بإله محمد فليكفر بإله داود. فهو ملك اليمين دول، ملك اليمين دول لهم تشريع ولا ما لهمش تشريع؟ عند المسلمين لهم تشريع ولا ما لهمش؟ ولا هي كده يعني دخلت قرية فاللي فيها دول يلا اللي عايز يجمع واحدة يجمعها وخلاص؟ أولا ملك اليمين لا تكون إلا من حرب مشروعة، وتكون في الأصل قد وقعت في الأسر، فتكون قد استرقت. يعني دي واحدة أنا بجيب كده منشتات عناوين، يعني تكون استرقت بعد وقوعها في الأسر، ومش كل أسيرة بتسترق. وبعد الاسترقاق إن كانت هذه تستبرأ بحيضة أو حتى تضع حملها، لأن وقوعها في الرق فسخ لعقد زواجها إن كانت متزوجة، فسخ لعقد زواجها إن كانت متزوجة. إن وطأها سيدها صارت لها حقوق يعلمها كل من درس فقه ملك اليمين، سواء كانت ده متزوجة أو غير متزوجة. إن وطأها سيدها فحملت منه كان ابنها حرا. والأمر الثاني، إن وطأها سيدها فحملت منه لا يجوز له أن يبيعها، وإن وطأها سيدها فحملت منه كانت عتيقة بوفاته. فين الكلام ده من اللي بيوصفه الأستاذ رونالدينيو في دخول الأمريكان أبو غريب أو غيره؟ أو مات عنها يعني، نعم إن مات عنها، نعم كانت عتيقة بوفاته. إن الأمريكان دخلوا وعملوا في العراق والصومال بيعملوا كده فعلا، هم عملوا أسوأ من كده في البوسنة والهرسك بتعليمات كتابك المقدس، بتعليمات كتابك المقدس شقوا بطون الحوامل، بتعليمات كتابك المقدس قطعوا الستات قدام ولادهم، بتعليمات كتابك المقدس واغتصبوا النساء بتعليمات كتابك المقدس في البوسنة والهرسك. لكن تشريع ملك اليمين فين من هذه القذارة التي يفعلها الأمريكان أو غيرهم؟ تشريع ملك اليمين مرة تانية يا إخوة، إن كانت متزوجة تستبرأ بحيضة، وإن كانت حامل تضع حملها. يعني كانت حامل لا توطأ حتى تضع حملها. إن كانت غير متزوجة أو كانت متزوجة ووطأها سيدها صارت سرية، ودي مرتبة أعلى من مرتبة الأمة. الأمر الثاني، إن حملت من سيدها لا يجوز له أن يبيعها أو يشتريها. إن حملت، على فكرة يا إخوة ركزوا معايا، إن حملت، عارف لو حملت وبعد شهرين ثلاثة أفتت جنينها برضو اعتبرت أم ولد، اعتبرت أم ولد بمجرد استبيان الحمل، اعتبرت أم ولد. يعني إيه أم ولد؟ يعني لا تباع ولا تشترى وتعتق بوفاة سيدها. طب وإن ولدت ابنها يولد حر؟ نعم، والولادة ليست شرط. فين ده من اللي بيتكلم عنه في سجن أبو غريب وفي غيره؟ دي قذارة الأمريكان، دي قذارة الأمريكان وقذارة النصارى الموجودين في البوسنة والهيرسك. دي قذارة سفالة لا يقبلها الإسلام حتى تشريع ملك اليمين. إيه جابه للقذارة اللي حضرتك بتوصفها دي؟ الأمر الثاني، ده بالنسبة للجزء الأول. الأستاذ اتكلم عن عايز دليل من الكتاب المقدس، أتيته بالدليل وأطالبه الآن بأن يتبرأ من إله العهد القديم الذي رضي عن فعل داود هذا، وأن يتبرأ من داود الذي فعل هذا، وإلا فالأستاذ مش قد كلمته. يعني الأمر الثاني،
فرقنا بين الاغتصاب والقذارة التي يفعلها الأمريكان ويفعلها وللأسف الصراحة يعني كل اللي بيعملوا كده تلاقيهم في الآخر من أتباع الكتاب المقدس، سواء كانوا يهود ولا نصارى، سواء فعلوها في العراق في البوسنة والهرسك في دير ياسين في صبرا وشتيلة في قانة، كلهم من أتباع الكتاب المقدس. وفرقنا بين هذه القذارة وبين تشريع ملك اليمين. الجزئية الثالثة الأستاذ قال يقتل أبوها وأخوها، وهو طبعا يعرض هنا بزواج النبي عليه الصلاة والسلام من صفية بنت حيي. يا إخوة هم ليه ملكيين أكتر من الملك؟ هي السيدة صفية رضي الله عنها اشتكت لهم، السيدة صفية ما كانتش راضية بزواجها من النبي عليه الصلاة والسلام، هي اشتكت لهم. ليه هم ملكيين أكتر من الملك؟ أنا مش فاهم ليه هم ملكيين أكتر من الملك. ثم صفية رضي الله عنها لم تكن ملك يمين، إنما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. ما تقبلوش وتتحدى وما تتحداش. جبت لك إن داود اتخذ قرار من أورشليم بعد ما جئه من حضرون، فعليك أن تكفر بداود. وبعدين قلت لك إن إلهك راضي عن فعل داود لأن حاجة واحدة بس اللي ما رضاش عنها، قضية أوريال الحسري، يبقى عليك أن تكفر بإله الكتاب المقدس بإله العهد القديم، تتصرفوا من دماغكم. قلت يقتل أبوها وأخوها، إحنا قلنا أن الأمر ده ليس في ملك يمين. الذي فعل هذا معها كانت أمنا صفية وهي ما اشتكتش أصلا، وكانت حياكم الله أخي جول، وكانت السيدة صفية من أسعد الناس بزواجها من النبي عليه الصلاة والسلام، فما تبقوش أنتم ملكيين أكثر من الملك يعني. جملة جملة، أرجو منك الآن أن تكفر بإله الكتاب المقدس الذي أباح لداود السراري، وأن تكفر بداود الذي اتخذ هذه السراري. ثاني، أرجو منك أن تكفر بإله الكتاب المقدس الذي أباح السراري، وأن تكفر بداود الذي اتخذ هذه السراري.